مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن أمير المؤمنين حدثنا عن رموز القرآن، ومن أن تلك الرموز لا يفقهها ولا يعرفها إلا الله ومحمد وآل محمد. فأنا أسألكم، كاف ها يا عين صاد، هذه رموز أم أنها ليست رموزا؟ إذا كانت رموزا فإن الذي يفقهها إمام زماننا، لا هذا الدمخسز السفيه الذي يسيء إلى تفسير الحجة ابن الحسن. الوائلي السفيه هذا، إساءة أدبه مع إمام زماننا مستمرة على طول الخط، ليست في حديثه هذا ولا في كتابه الذي قرأت عليكم منه وهو يستهزئ بكلام صاحب الأمر بذلك الأسلوب السخيف البعيد عن الأدب والمنطق السليم. هذا هو نتاج النجف، وهذا هو الذي يعبر عنه مراجع النجف السفهاء من أن الوائلي مكتبة الشيعة المتنقلة، مكتبة سفيهة بعيدة عن الأدب قذرة وسخة. هذه مكتبة شيعة مراجع النجف، ما هي بمكتبة شيعة الحجة ابن الحسن؟ أنا لا أتشرف بهذه المكتبة القذرة التافهة السخيفة السفيهة، هذه المكتبة القذرة أنتم تتشرفون فيها يا مراجع النجف العظام العظام. وأنتم يا أتباع مراجع النجف، أتحفوهم بالوثيقة الديخية الحميرية المباركة. ما هو هذا شأنكم؟ هذا هو شأنكم. ما ندري أجيب الأسماء. واحد قال لي أدري على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابك ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، وش ده أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغميشيني، مرتب خلاقة أغميشيني، شيني قلت له أغلق بكيه حركة صدوم، فقش، ديخ عربي فقش، ونفس عبارة، كنا على تفوق، كلكم تعرفونه، لأنه ما رد أجيب الأسماء، عرفنا؟ قال تركب مثل ما ركبتنا، وقال ديخ، وش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. لا يتصور البعض من عندنا ان احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، ابدا. اللي يعتقد هيجي اعتقاد سخيف، ما عندنا هيج اعتقاد اطلاقا. ادري هذا مهدي ابن جيرانكم يا ابو سمير، ليش انت مو مؤدب؟ ليش انت طايح حظك؟
هذا مهدي ابن جيرانكم، ابن خالتك، هذا مهدي، أي مهدي هذا الذي أنت تتحدث عنه بهذا الأسلوب؟ وأنا أسأل السيستاني اللي يوجه الشيعة إلى الوائلي ويوجه الخطباء وطلبة الحوزة أن يلتزموا بهذا المنهج، مو على أساس أنت نائب صاحب الزمان. شلون أنت نائب صاحب الزمان وهذا الوائلي الدمغسز يتحدث بهذه الطريقة المسيئة عن الإمام الحجة؟ أساسا السيستانيون يقبلون واحد يقول عن السيستاني هو هذا علي يصدر لنا فتاوى لو ما يصدر لنا فتاوى؟ يقبلون؟ هو نفس الوائلي يقبل واحد يقول عنه أنه اليوم عندنا أحمد، أحمد أحمد اليوم يقرأ عندنا يصعد المنبر، ما يقبل. بس أنتم تقبلون أن الوائلي والسيستاني والسرابيت ذولا يتكلمون بهذه الطريقة عن الإمام الحجة، لأن أنتم طاعحظكم. أنا أخاطب الذين يقولون نحن خدام الحسين، ما أنتم طاعحظكم؟ تمجدون بهؤلاء الأشخاص وذولا الكاولية، الكاولية الشعراء والأرواديد ينظمون القصائد في مدح هؤلاء ويلطمون عليهم. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 50 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. أتمنى على المشاهدين أن يدقق النظر في إساءة أدب الوائلي وهو يتحدث عن الإمام الحجة. لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، أبدا. اللي يعتقد هيك اعتقاد سخيف، ما عندنا هيك اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي. المهدي ما هو فكرة؟ المهدي إمام نخاطبه وذل كل شيء لكم، إمام يدير الوجود. المهدي ما هو فكرة؟ هذا المنطق منطق الأحزاب الشيعية القطبية. يوم أمس عرضت لكم حديث سيد طالب الرفاعي أحد المؤسسين للتيار القطبي في الواقع الشيعي وأحد المؤسسين لحزب الدعوة، كان يتحدث عن أن الوائلي كان قريبا من حزب الدعوة ومن فكرها، ومن أنه إذا لم يكن ناقلا لتفسير القرآن من الفخر الرازي فإنه سينقل من سيد قطب، وهذه حقائق. ما هذا المتحدث من أبناء جيله، هذه حقائق، وهذه الحقائق مثل ما يعرفها سيد طالب الرفاعي أعرفها أنا ويعرفها الآخرون. فكرة المهدي ما تمنعنا أن نسوي مصنع. المهدي ما هو فكرة؟ هؤلاء القطبيون من الشيعة يتحدثون عن أن المهدي فكرة، لماذا؟ حتى هم ينفذون هذه الفكرة ويؤسسون دولة إسلامية. بالضبط، حسن البنا كان فكره من أنه هو الذي يقوم بدور المهدي في آخر الزمان. ما يصطلح عليه حسن البنا بأستاذية العالم، بحكومة العالم.
الأحزاب الشيعية القطبية تتحدث عن إمام زماننا بهذا المنطق، بمنطق فكرة المهدي، حتى يستطيع أن ينفذ هذه الفكرة بالضبط مثلما نفذوها لنا من سنة 2003 وإلى الآن، وهو الشيعة العراق. شيعة العراق يكادون أن يجنوا من العدالة والنعيم. إنها الدولة المشتركة ما بين السيستان وحزب الدعوة من سنة 2003 إلى الآن. شيعة العراق يرفلون في النعيم. ما مرت فترة طاحظة في تاريخ العراق مثل هذه الفترة، فترة طاحظها إلى أبعد الحدود، فترة عباسية قذرة. أتحدث عن الفساد العقائدي، أتحدث عن الفساد الإداري، أتحدث عن الفساد الديني، أتحدث عن الفساد المالي، أتحدث عن الفساد الأخلاقي، أتحدث عن الفساد السياسي، أتحدث عن الفساد الاجتماعي. كل هذه العناوين من الفساد أنتجتها لنا هذه الدولة العظيمة التي كانت نتاجا مشتركا ما بين السيستاني وحزب الدعوة. فالسيستاني يعين رؤساء الوزراء، ورؤساء الوزراء يأتوننا من حزب الدعوة. وهالهليلة هالهليلة البقية أنتم تعرفونها، وجاي بالوردة بشليلة. هالهليلة 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 للسيستاني والحزب الدعوة. ما هي هذه النتائج بين أيديكم. فكرة المهدي ما تمنعنا أن نسوي مصنع، إلى أن يقول مجرد فكرة. فكرة المهدي مجرد فكرة، إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ، أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة، ليس إلا صاحب الأمر حقيقة موجودة، الذي يعتقد أن الإمام المهدي هكذا هذا كافر. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من بات ليلة، الصادق يقول صلوات الله عليه، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أي منطق هذا؟ هذا هو المنطق الذي يريد السيستاني وبقية مراجع النجف، محمد سعيد الحكيم، إسحاق الفياض، بشير النجفي، وهالشكولات هذه، واستمروا بهالشكولات بهالأسماء، يريدون منكم أن تتبعوا هذا المنهج. هذا منهج قذر، منهج وسخ. رجاء اعرضوا الوثيقة، ورجاء أنتم أيضا دققوا النظر في كلام وائليكم هذا. أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما في توثيق، وكيف وترى أنا معالج المسألة بالكتاب، وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، ذاك إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا. أبدا، اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد اطلاقا. الاسلام ما يمنعنا فكره المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا. مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها، يعني عباره عن رفع مبدا، او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله، ليس الا.
أنا أسألكم أنتم يا خدام الحسين، يا أيها النوابخ الأذكياء الذين لا مثيل لكم، كيف تؤيدون هذا المنطق؟ أنتم شيعة أم أنكم شيء آخر؟ أنتم بشر بقر، كيف تؤيدون هذا المنطق؟ وذولا ذولا ذولا الشعراء والرواديد الكاولية اللي عندكم، شلون يمدحون هذه الشخصيات؟ أي منطق هذا؟ مجرد فكرة، فكرة المهدي إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا. سيذهبون إلى بعض كلمات الوائلي يتحدث فيها عن الإمام المهدي، ذلك كلام يأتي منسجما مع ذوق الناس، هذا هو منطقه المتكرر ولا يقف عند هذا الحد. القضية مستمرة وسأعرض لكم نماذج أخرى من حديثه. أنا لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم كل شيء، سأتيكم ببعض الأمثلة من قذارة فكر الوائلي هذا ومن قباحاته التي هي قباحات النجف، قباحات مراجع النجف، قباحات حوزة النجف بكلها، لا أستثني أحدا من حوزة النجف القذرة، فهذا هو نتاجها القذر الوسخ من يوم الطوسي، من يوم الطوسي. ذلك الشافعي المعتزلي المنحرف عن آل محمد منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين والمتابعين أن يدققوا فيما يقوله هذا الرجل. أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج المسألة بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجة كاملة، ذاك إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا، أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد شخيص، ما عندنا اعتقاد إطلاقا. الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي، ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا، أبدا. مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا. أمر على الديار ديار ليلى، أعتقد أن هذه الأبيات كثيرون منكم يحفظونها أو ربما سمعوا بها، فإنها تسير مسير الأمثال في الثقافة العربية. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ماذا يحدثنا أبو سمير؟ أبو سمير ماذا يحدثنا عن بيت إمام زماننا وعن سرداب غيبته الشريف؟ يريد يطم بالتراب، يريد يطم بالتراب. اعرضوا لنا الوثيقة رقم
57 من وثائق الضلال الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. اولا صاحب الزمان معروف اذا اكو سرداب، هذا اللي صارت الهرجة عليه. سرداب كان بدار الامام العسكري، سرداب بدار الامام العسكري بسامرة، دنيا حارة، اغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع ابدا. حتى انا اكثر من مرة اتخطر بالعراق، دعوت الى ان نجيب تراب نطمه ونخلص منه نسريح من عنده، لانه مشاكل جايبنا عريضة طويلة بلا فايدة. ايش ابدا، من يقول الامام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحدة. حتى انا اكثر من مرة اتخطر بالعراق، لان المجلس في الكويت هذا. حتى انا اكثر من مرة اتخطر بالعراق في مجالسه، دعوت الى ان نجيب تراب انطمه ونخلص منه، من تراب اللي يطمك ويطم المرجعية اللي وراك، تراب اللي يطمها الشهرة هذه ويطم شهرة هذا المرجع والمراجع اللي يعيدونك، هذا سرداب الإمام. إذا أنت غبي وأثول وغير مطلع على الروايات والأحاديث ليش تتحدث؟ إذا أنت حمار ما مطلع على تراث أهل البيت وأحاديث أهل البيت وأدعية أهل البيت، هذا السرداب له زيارات وله طقوس واستئذانات وأدعية وعبادات ذكرت في أحاديث أهل البيت. إذا أنت حمار والمراجع الوراك حمير، ليش ما تنشبون والسكتون؟ حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق، دعوت إلى أن نجيب تراب نطمه ونخلص منه، من الله يطمك ويطم المرجعية اللي وراك. عيدونا بث الوثيقة حتى المشاهدين يتأكدون، المشاهدين الأذكياء العمالقة، عمالقة الدهر من شيعة العراق، التحف، التحف النادرة، خلي يسمعون السرابيت شلون يضحكون عليهم. عرضونا الوثيقة مرة ثانية. أولا صاحب الزمان معروف إذا أكو سرداب، هذا اللي صارت الهرجة عليه. سرداب كان بدار الإمام العسكري، سرداب بدار الإمام العسكري بسامرة، دنيا حارة، أغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع أبدا. حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق، دعوت إلى أن نجيب تراب نطمه ونخلص منه نسريح من عنده، لأنه مشاكل جايبنا عريضة طويلة بلا فايدة. إيش أبدا، من يقول الإمام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحدة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، دعاء الاستئذان، وهذا أساسا لزيارة السرداب، يقرأ لزيارات الأئمة، لكنه مرسوم هذا الاستئذان في كتب الأدعية والزيارات، مرسوم لزيارة السرداب الشريف. فماذا نقول ونحن نقف على باب السرداب؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، الكتاب الموجود في بيوتكم، اقرأوه يا أيها النوابغ العظماء، يا أيها المسخرة، يا أيها المضحكة، ذولا مسويكم مطايا وإنكم راكبين عليكم يضحكون عليكم، ذولا الخطباء وذولا المراجع ولكم مسويكم مطايا، لوين تبقون مطايا؟ لوين؟ هسه هذا اللي هو مطي من أصله لا فهم ولا علم ما نعتب عليه، هو مطي، هذا مطي من قاعة طالع من بطن أمه مطي. أنتم أصحاب الشهادات، أنتم اللي تدرسون بالحوزة واللي على مستوى علمي لا بأس به،
وتعرفون الحقائق، ليش تقبلون تصيرون مطايل ذولي؟ ليش؟ ليش تقبلون؟ بس هو المطي مطي مطي، بعد شو تسوي له؟ هو مطي. أنتم ما تقرؤون الأدعية والزيارات؟ أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. والقراءة ما بيها خير، القارئ هم ما بي خير، يعني أنتم ما بيكم خير. ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان لزيارة السرداب الشريف اللي يريد يطم هذا الأغبر اللي تأيد هاي المرجعية الخبرة الطايع عضة مراجعكم اللي بالنجف؟ هكذا نقف على باب السرداب ونقول: اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها. العقوة الساحة، الموقع. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد، وهذا يريد يطم سرداب، حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد. هذه الأشباح التي أصابتها القشعريرة لدم الحسين. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. هذه هي الأشباح، هي الأظلة وهي الأشباح التي اقشعرت لدم الحسين. تلاحظون الترابط الوثيق بين ظواهر الأمور وبواطنها، بين الأدعية والزيارات، بين منطق الكتاب ومنطق العترة. ولاحظوا الفارق الكبير بين هذه الثقافة وبين ثقافة هؤلاء الثولان من خطباء النجف ومراجع النجف الغبران. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام. منطق أهل البيت هذا، حديث أهل البيت بغض النظر عن قذارات الأسانيد وقذارات علم الرجال، ما هو هذا حديثهم؟